تونسي والله ربي صبر تونسي استر ربي اني عازبه برك شوي اما المعرسين ربي صبرهم هكا لازمه كبيره معنا ماشي ازمه نتاع نهار ولا زوز ولا ثلاثه بقيت اشهر تو لازم حل لازم حل يكون من الحكومه زاد الحل الصبر حدود انا نتصور اني كان حلولهم لحد 24 ساعه ما تلقى في حد تونس بالنسبه لي يعني كان نلقى فرصه ما نقولش لي شو رايك في ازمه انقطاع الادويه اليوم في تونس هي كان ادويه انقطاع ما برشا مواد منقطعه حاليا كيما شنو كيما الحليب كيما السكر كيما مواد غذائيه اون جينيرال المواد الاساسيه معنا تونسي كيفاش يتعامل مع حكايه هذو تونسي والله يا ربي صبر تونسي مش عارف ايش يتعامل معنا انت شخصيا اني شخصيا استر ربي اني عازبه برك شوي اما المعرسين ربي صبرهم هكا عملت مع انقطاع الحليب زيت سكر حاجات هكا يعني شوفي لازمه كبيره معنا ماشي ازمه نتاع نهار ولا زوز ولا ثلاثه بقيت اشهر تو لازم حل لازم حل يكون من الحكومه زاد الحل لازم تشوف حل في اقرب فرصه يوم عن يوم يصبر وبعد تاني معاش يتحمل الصبر حدود معاش نجم كانت طوال خاطر ماهوش باش بالنسبه للمواطن راهو فد على الاخر فد على المنوال هذايا هل نحن قادمين اليوم على ثورة جياع؟ ما المنوال هذا ظلي مش ظلي كان سايبه 24 ساعة ما تلقى حد هنا في تونس كلها تتهاجر تخليها لهم خاطر بجد خاطر مادام وصلنا للقوة المواطن معناها في المواد الأساسية حليب سكر معناها شوفي أنت اللي عندها صغار شوف شو عمل هذا لا نتصور أني كان حلولهم لحد 24 ساعة ما تلقى في حد تونس في هذا يزمه في أقرب فرصة يلقوا حل سينو لا قدر الله باش هل عندك امل اليوم تونس باش تتحسن ان شاء الله احنا ماذا بينا كنا عندنا امل احنا ما عندناش امل ما نعيشوش ما بالنسبه للامل نجم تقولي تو منعدم ما ثم حد شيء تو ما ثماش بوادر انفراج نتاع ازمه ولا بوادر انفراج ولا تدخل الحكومه على الاقل يبان ان ثم على الاقل ثم خدمه من الحكومه ان باش تشوف حل المواد الاساسيه ولا تشوف حل انقطاع الادويه ولا شوف انت خاصه ثم ناس راه مرضى امراض مزمنه لا قدر الله تقسلهم من الدواء ما تمشوا في حاله ما في الاخر تمشوا لثوره جياع في الطبيعه. كان باش يبقى الوضع ضايع باش نمشوا لثوره جياع ولا هجره. شعب كامل يهجر وكو. انت شخصيا تخير تهجر؟ بالنسبه لي يعني كان نلقى فرصه ما نقولش لي. شفنا قبيله عندك مجله بتاع ايميجريشن. واه اي واحد حلم تو حلم اي ياخذ فكره حلم اي شاب تونسي انه يخرج تو حلم اي شاب تونسي بون مش حتى شاب تونسي تو حتى المعرس كان يلقى يهز المراه وصغيراته ويهجم خاطر وصلنا حق بجد وصلنا وصلنا للوضع خايب برشا زاد كان مش باش تحل في اقرب فرصه بالنسبه للناس اي فدت الشعب فد يعطيك الصحه عايشك ميرسي.